وقد عبر أهالي محافظة أسوان عن استقرار الوضع الصحي بالمحافظة من خلال تعامل الجهات المختصة مع الحالات التي تعرضت للإصابة بنزلات معوية وتقديم الرعاية الطبية المتكاملة لهم، ما ساهم في تماثلهم للشفاء. نتابع. في حالات حصلت ولكن مش بالحجم يعني الكبير ده. انا اتكلم عن قريه عندي في بنبان، يعني بقول لك مثلا مياه الشرب، انا بشرب سيادتك من مياه الشرب. طيب حد انا دلوقتي بشرب من مياه الشرب، يعني ما جبتش يعني رحت اجيب ميه، هروح اجيب قزاز ميه، معلش يعني اشتري اجيب قزاز ميه وانا عندي؟ لا، انا بشرب من حنفيه، يعني احنا شغالين بنشرب من مياه. فهي ايه اللي طمنا؟ ما نزلت المياه الشرب والهيئه نزلت وعملت تحاليل وقالوا ان الميه ما فيهاش حاجه، واحنا برضو لنفسينا نحس ان الميه نقول ما لهاش حاجه. ليه؟ لانه لو موضوع الميه كان الناس كلها اتضرت، لو الميه دي على مستوى كان كله كان بقت العالم بالالاف، لو ميه، لو هو الموضوع ميه كان الناس بقت بالالاف والمستشفيات ما كانتش شالتهم. لكن لا، طب احنا بنشرب من الميه العاديه، من الميه الحنفيه، دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا بشكر السيد الوزير المحافظ لانه نزل للاماكن بنفسه واللي جنب تحته نزلت وعمل معنا جلسه امبارح، كان معنا جلسه السيد الوزير المحافظ ونزل عربيات متنقله علاجيه في كل القرى. يعني احنا امبارح قال لنا في عربيات نزلت عندكم وتاكدوا منها، لو في اي حاجه كلموني. عربيات نزلت لان لو حد تعب او حس باي حاجه العربيه موجوده في القريه نفسها سريعه، يعني قبل ما يروح المستشفى. لا، ده في عربيه موجوده في القريه. الحالات اللي كانت موجوده بفضل مجهودات الناس وسرعه التواجد الحالات تراجعت والناس تعافت وعملوا ابحاثهم وجدوا ان المياه سليمه 100% وكله متواجد في الميدان ده. حتى الناس جايبين لنا عربيات اسعاف تطلبها تجيلك لغايه البيت. فاحنا بنشكر جهودهم ونشكرهم، والنسب شبه دلوقتي ما فيش خالص حد بيروح بيتعب، يعني الشويه التعبانين ابتدوا يتعالجوا وتشافوا. واحنا بنشكر كل من له مجهود في هذا العمل، بنشكر معالي وزير الصحه، معالي وزير الاسكان، السيد المحافظ المتواجد معانا 24 ساعه في اليوم، بنشكره على مجهوداته. بنشكر احنا السيد دوله رئيس الوزراء، السيد رئيس الجمهوريه، السيد وزير الاسكان، السيد وزير الصحه، السيد محافظ اسوان والجهات التنفيذيه واللجان المسؤوله والمتخصصه، بنشكرها في حاله الاستنفار واحساسهم بشعب اسوان، السيد عبد الحسين شعب اسوان. واحنا كلجان شعبيه حابين بين الحقيقه عشان نطمئن، نتحرى الحقيقه الاولا عشان نطمئن على اهلنا وعلى الشعب المصري بصفه عامه، وعشان ننقل صوره للسائح الاجنبي برضو، لان احنا داخلين على موسم سياحه ممكن يكون في جهات معنيه او امور مغرضه يعني لها غرض في ذلك. لكن انا بطمن اهالي اسوان والقرى المضره ان المياه طالعه من 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 نهر النيل من المرشحات، ميه صالحه وسليمه جدا.